السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا حبايبي؟ أخباركم إيه؟ أنا امبارح حبيت أتبل الفراخ على بيات علشان النهاردة أعملها، وطبعا قلت أصور الوصفة وكده. فأنا بالفعل جبت الأوراق وبدأت في الخطوات في التصوير وكده. واللي حصل معايا إن أنا بعد ما صورت خطوات التتبيلة والمقادير اللي انا هعملها وكده، فوجئت بان صوت الفيديو واطي جدا وتقريبا مش واضح. السبب ايه بقى؟ السبب ان انا جبت الموبايل، خفت عليه من البخار اللي دايما في المطبخ، مطرح الطبخ وكده، وايديا اللي بتبقى معكوكة، ودايما افصل الفيديو وانا شغالة. فقلت ايه بقى، اخترعت له اختراع، قمت اخده الموبايل ورايحه لفيت كل الموبايل بورق الاسترتش الفويل اللي هو ده، وقمت جاي عند الكاميرا من ورا وقطع ايه حوالين الكاميرا، ونسيت خالص ان انا كتمت الصوت كمان، يعني صوت السماعات الكتم. هو الصوت موجود بس بعيد جدا، وتحس ان هو يعني تقريبا مش هتسمعيه. فانا حبيت ان انا اقول لكم الوصفة من تاني والمقادير من تاني، بس طبعا هي الفراخ اتبلت معايا بالشكل ده. دول كيلو من اوراق الدجاج، اوراق اللي هي اللي فخد يعني. طبعا انا لما باجي اعينها في التلاجة، اي حاجة بعينها في التلاجة بتكون متبلة فيها بصل وكلام من ده، فبخاف طبعا تطلع ريحة في التلاجة. فانا حطيت لها طبقتين من ورق الاستريتش كده بالشكل ده، حماية بإذن الله إن هي ما تطلعش ريحة. طبعا الدجاج كلنا شاطرين وعارفين هو بيتغسل إزاي. أنا غسلته بالملح والليمون والخل والدقيق، غسيل جيد جدا. ومسكتها بعد كده، جبت الفخذ قطعته من عند من فصلت الدبوسة عن الحتة القطعة اللي بتبقى عريضة من فوق، من عند يا جماعة اللي هي بتبقى هنا حتة دهنة كده في الفخذ، بتبقى سهلة جدا لما تيجي تقطعها بالسكينة انها تتقطع معاكي. خلاص كده مسكتهم قطعتهم معايا ايه حتة كبيرة، هوريها لكم برضو. فصلت الفخذ، هو كان معايا بالشكل ده اهو، هوضح لحضراتكم. الفخذ كان معاكي بالشكل ده، بتفصليه بتقلبيه كده، هتلاقي هنا ايه حته دهنه كده، خط دهن، بتفصلي بالسكينه من الحته دي، بتفصل معاكي بكل سهوله. نيجي بقى ايه لمقادير التتبيله. انا هنا تبلت الفراخ دي بكوبايه من الزبادي، بعصير ليمونتين، بمعلقتين من الخل، بعصير بشره طماطميه متوسطه الحجم كده، ملح وفلفل اسمر وبهار حلو وكاري وبابريكا وسماق وايه يا ربي، وحبهان مطحون، يا رب ما اكون نسيت حاجة، وبصل بودر وتوم بودر وبهار فراخ طبعا، وبشرت بصلة متوسطة الحجم بالجنب الناعم خالص من المبشرة، وقمت حاطة الخلطة كلها في البولة دي وضربتها بالويسكي على بعضها، خلطتها جامد، وقمت نقع فيها اوراق الدجاج دي من بالليل. انا نقعها من امبارح من بعد المغرب، واحنا النهارده خلاص الظهر هيأذن اهو، علشان ايه ابدا ايه في ان شاء الله في طهيها. فانا ان شاء الله طبعا الفيديو هيكون موجود وهتشوفوه، بس هيكون الصوت مش واضح، فانا حبيت اوضح لكم كل حاجه. وانا هرفق ان شاء الله الفيديو ده في الاول خالص علشان ايه تفهموا بعد كده انا عملت ايه، لان طبعا الصوت مش هيكون واضح. وبقية الفيديو ان شاء الله هيكون بصوت بإذن الله، وهيكون الخطوات فيه واضحة. فان شاء الله انتظروني، هنشوف هنعمل ايه مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيبي، اخباركم ايه؟ ان شاء الله انا هعمل بكرة فراخ مشوية، فانا بحب اتبلها على بيات وعينها في التلاجة لحين ان شاء الله استخدام. ان شاء الله انا معايا هنا كيلو من الاوراق الدجاج متنضفة بالخل والملح والليمون والدقيق زي الفل. معايا هنا كمية من البهارات، عبارة عن توم بودر، فلفل اسمر، بصل بودر، بهارات فراخ، كاري، حبهان مطحون، سماق، بابريكا، شطة حمرا حراقة عشان انا عايزاها سبايسي. معايا هنا بهار حلو، ومعايا هنا كمية من الملح. بهار الفراخ والبصل البودر
معلقه شاي مليانه، اما باقي البهارات زي الكاري وبقيه البهارات دي كلها نص معلقه من الشاي، اما الشطه فمعلقتين من الشاي، والملح طبعا حسب الرغبه. خلاص كده معايا هنا كوب من الزبادي، معايا هنا بصله متوسطه الحجم مبشوره على الجهه الناعمه خالص اهي، معايا هنا معلقتين من الخل، ومعايا هنا عصير ليمونتين. كل اللي هعمله ان شاء الله ان انا هقطع الاوراق دي، افصل الدبوسه من تحت عن الحته الفوقانيه دي، هنشوفها مع بعض. هنفصل يا جماعه الاوراق من الحته دي، الحته اللي يبقى فيها الدهن من هنا كده، بتبقى سهله جدا. بسم الله، تنزل بين القرقوشه وبعضها في المفصل بتاع الفخذ، فبتبقى سهله انها تتقطع. نعمل واحده كمان مع بعض الحته دي كده، بسم الله، بكل سهوله اهي يا جماعه بتتفصل. هعمل لكم كمان واحده اهي من هنا كده، بسم الله، خلصت الكمية. هجيب بولة نلخبط فيها كل حاجة على بعضها، البهارات والبصل والزبادي عشان ننقع فيها الفراخ، انتظروني. ونسيت اقول لكم يا جماعة ان في كمان طماطمية انا بشرة، طماطمية واحدة بس. كل اللي هعمله ان شاء الله ان انا احط الزبادي، احط كل حاجة على بعضها، كوباية الزبادي كده، احط ليمونتين، احط معلقتين الخل، احط الطماطمية المبشورة، احط البصلة، وهنزل معايا هنا كل البهارات. الملح هنا انا حاساه كتير فمش هحطه كله، وهدوق التتبيله بعد ما اعملها، لقيتها ناقصه ملح هحط لها شويه الملح دول، بس انا قلت ما احطوش كله لحسن تحدق. ونقلب بقى كل الكلام ده على بعضه كده، الشكل ده لما يبقى متجانس كله مع بعضه. هدوق انا هنا الجزء بتاع التتبيله، لا يا جماعه مش محتاجه ملح، كويس انا ما حطيتوش كله. ما شاء الله انا بحبها كده، هبدأ ان انا ايه احط فيها الفراخ واتبلها كويس اوي كده. الشكل ده يا جماعة والناس اللي هتقول انت بتعملي بايديك، يا جماعة انا بشتغل لبيتي، احنا اللي هناكل مش حد غريب. هخلص الكمية وارجع لكم. يا جماعه تبلتها كلها يعني، وغطسها كده ايه في التتبيله علشان كله يتشرب من التتبيله ولحمها يطرى وتبقى معاكي ايه جميله. دي ان شاء الله انا دلوقتي المغرب اذنت، بكره ان شاء الله على الساعه 1 هبدا الطبيخ فيها. فانت طبعا راحتك، عايزه تقومي من النوم تتبليها لحد ما تيجي تطبخي، عايزه تعمليها على بيات تعمليها، هي احسن حاجه لها ان هي تتعمل على بيات، بتخلي اللحم يطرى خالص وبتبقى طعمها احلى واجمل. وان شاء الله هنكمل طبخها بكره مع بعض، انا ان شاء الله هغلفها بالستريتش
وعينا في التلاجة عشان ما تطلعش طبعا ريحة ايه في التلاجة. وبكرة ان شاء الله نشوف طريقة طبخها مع بعض، انتظرونا. الفراخ معايا هي يا جماعة أوراك الدجاج بعد ما اتنقعت في التلاجة طول الليل من امبارح من بعد المغرب، واحنا النهاردة خلاص الدور هيأذن، فان شاء الله هبدأ ارصها في الصينية واحط فوقها الصوص بتاعها ده كله، مش هرمي منه حاجة هتطبخ فيه في الفرن. فان شاء الله هنرصها مع بعض كده في الصينية، وان شاء الله انا هدخلها في الفرن على اعلى درجة فيه. يعني انا عندي الفرن بتاعي اعلى درجة فيه 250 درجة، فانا هحطها في الفرن على اعلى درجة فيه، بس ما هعرفش طبعا هي هتاخد وقت قد ايه غير لما اشوف هي هتخلص معايا في وقت قد ايه. فانا ان شاء الله هرص معايا الدجاج بالمنظر ده اهو، والخلطة يا جماعة هي هتستوي فيها، انا مش هشيلها من الخلطة، انا هحط الخلطة في ايه، الخلطة دي اللي هتديها تيست عالي جدا في الطعم، وهتخلي طبعا هي طرت بسبب الخل اللي انا حطاه والزبادي بتطريها جدا بتخلي لحمها طري. فان شاء الله ايه هنرصها كده مع بعض واحط فوقها الصوص بتاعها، والفرن طبعا انا مسخناه بقاله 10 دقايق شغال، هحطها ان شاء الله في الفرن وهنشوف ان شاء الله ايه هتاخد معايا سوية قد ايه في الفرن، هتقعد يعني مدة قد ايه. خلاص كده بالشكل ده هحط فوقها الصوص بقى ايه، اوزع عليها الصوص بالشكل ده. الصوص ده يا جماعة بصراحة حاجة كده ايه ما شاء الله عليه، بيبقى طعمه تحفة. بالشكل ده يا جماعة، وانا ما حطتش عليها اي زيوت خالص، انا عايزاها كده من غير زيوت تبقى صحيه، كفايه الزيوت اللي هتبقى في الدجاج في الدهون بتاعتها والجلد بتاعها وكده، كفيل ان هي ايه باذن الله يحمرها ويخليها ايه كويس. خلاص كده هي خلصت معايا، هدخلها الفرن ان شاء الله على اعلى درجه فيه واشوف هتقعد معايا قد ايه في الفرن، وهقول لحضراتكم انتظروني ان شاء الله لما تطلع من الفرن. وهي يا جماعه الفراخ طلعت معايا من الفرن اخدت بالظبط ساعه، لسه طالعه حالا، ريحتها يا جماعه مش قادره اقول لكم بجد ريحتها تحفه بجد. اخدت معايا اللون الجميل ده، شايفين جمالها. وانا عايزه اقول لكم الحمار اللي فيها ده مش شطه الحمراء اللي انا حطيتها، لان انا حاطه فيها معلقتين كبار من الشطه عشان عايزاها سبايسي، والبابريكا والسماق هما اللي عاطيين لها اللون الجميل ده، شايفين طبعا سخنه جدا لسه خارجه من الفرن حالا اهي. اهي يا جماعه شايفين بجد يا جماعه ريحتها ما شاء الله لا قوه الا بالله تحفه، وشايفين الزيت اللي فيها اهو، انا ما حطيتش فيها نقطه زيت، شايفين منزله زيت قد ايه، شايفين بيجري بين الوراك ازاي اهو، زي ما قلت لحضراتكم ما بتحطش فيها زيت، لان اصلا ال اي لحوم بيبقى فيها نسبه دهون، فاحنا مش عايزين نحط دهون على دهون، هي فيها الدهون بتاعتها. واستوت اهي واتحمرت ما شاء الله، اخدت ساعه في الفرن على اعلى درجه، انا الفرن بتاعي 250، وطبعا فرن كل واحده فيكم بيختلف عن اي حد، فان شاء الله يا رب تكون عجبتكم. انا بس هحطها في طبق التقديم وهرجع لكم يا جماعه، حطيتها في طبق التقديم بالشكل ده، شايفين الجمال واللون، مش قادره اوصف لكم ولا اشرح لكم الريحه عامله ازاي، يا ريت الريحه كانت تطلع في التليفون، شايفين الجمال بجد. طبعا ده نوع من انواع الفراخ المشويه، الفراخ المشويه يا جماعه ليها ما شاء الله طرق عديده، يعني لها 20 أو 30 نوع وتتبيلات للشوي، دي طريقه من الطرق اهي يا جماعه ما شاء الله، شايفين الجمال. القلوب دي بتاعت الجزر انا قطعتها، معندي هنا قطعات بالشكل ده اهي، انا بس لسه هغسلها، انا بس حبيت احطها واوريها لكم، اللي هي عملت انا بالقلب الكبير وعملت بالقلب الصغير وعملت ورده بس ما حطيتهاش اهي، عملت ورده بدي بالقطعات دي،
بس ان شاء الله انا ايه هغسلها بس دلوقتي. هي يا جماعه يا رب تكون الوصفه عجبتكم النهارده. وده الصوص يا جماعه، ما ترموش. شايفين الزيوت يا جماعه؟ انا ما حطيتلهاش ونوت الزيت، دي الزيوت اللي نازله من الفراخ ذات نفسها. انا طبعا هصفيها بس انا حبيت اوريها لكم. ما تحاولوش ان انتم الفراخ المشويه تحطوا لها زيوت، لان هي هتنزل زيتها. اهي يا جماعه شايفين كميه قد ايه. ويا رب تكون الوصفه عجبتكم. وما تنسونيش يا جماعه ان لو عجبكم الفيديو بلايك واشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم مني كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.